السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي هو ابن العلامة الكبير علي آدم الإثيوبي رحمه الله، وهو مفتي الحبشة. الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي الآن هو من أعلم أهل الأرض في علم الحديث والسنة، ما يوجد أعلم منه بعد الألباني. حتى أثنى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز وبن عثيمين والإمام والشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ عبد الكريم الخضير مفتي العام. والشيخ السديس إذا رأى الشيخ محمد علي آدم يقبل رأسه يقول يا إمام الحديث وأستاذه، يا طبيب الحديث في علله. ذكرني عندما كان الإمام مسلم إذا رأى الإمام البخاري قبل يديه قال أنت أستاذ الأستاذين يا طبيب الحديث في علله. الشيخ محمد علي آدم شرح صحيح مسلم في كتاب اسمه البحر المحيط الثجاج، في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج في 45 مجلد، كل مجلد يزيد عن 650 إلى 700 صفحة. وشرح سنن النسائي في كتاب اسمه ذخيرة العقبة في شرح المجتبى للإمام النسائي في 45 مجلدا، كل مجلد يفوق 600 إلى 700 صفحة. وشرح كذلك سنن ابن ماجة، وشرح صحيح البخاري، وله ألفية، وهو من أفضل شعراء اللغة العربية في هذا الزمن. لا يجاريه أحد ولا يباريه أحد ولا يستطيع أن يقف في وجهه أحد. حتى أن الشيخ العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله، وهو رجل بلغ من العمر قرابة 90 عاما، يحضر معنا درس صحيح البخاري، يقول ما رأت عيني مثل هذا الإمام الجبل على محمد بن علي بن آدم الأثيوبي. قال هو أثيوبي الجنسية لكنه عربي أصيل في اللغة. الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي له ألفية، نظم ألفية في كل فن من فنون الإسلام. فله ألفية في كتاب في علل الحديث اسماه منظومة العلل في 1400 بيت، وقد شرحها لنا في الحرم المكي. وله ألفية في الفرائض تفوق 1000 بيت، وله ألفية في أصول الفقه 3200 بيت، وله ألفية في التوحيد 2800 بيت. أنا كنت أظن في نفسي في قرارة نفسي أن الشيخ محمد علي آدم لو رآه السيوطي أو العراقي، الإمام العراقي أو السيوطي، لكانوا قبلوا رأسه لما عنده من العلم الغزير. فكثير من علماء السنة في هذا الزمن يسمون محمد علي آدم البحر الذي لا ساحل له في العلم والفنون، فهو إمام الصرف، ألف ونظم ألفية في الصرف والنحو. استدرك على ابن أجر الروم 700 بيت، قال رحمه الله فاتته 700 بيت، ثم أخرج منظومة سماها المتممة على الأجرومية، ثم شرح لنا في الحرم حفظه الله وشفاه. له في كثير من الفنون والتراجم، لخص تراجم رجال الكتب الستة في كتاب وأسماه قرة العينين في رجال الصحيحين. الشيخ محمد علي آدم لا مثيل له، يحفظ كتب السنة كلها بالإسناد، عنده أكثر من 1000 إجازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العلم الحديث والقرآن والنحو وأمور كثيرة. فهو صراحة لا يعلى عليه في هذا الزمن، نحسبه كذلك والله حسيب. ورغم ذلك إمام في التواضع وإمام في الزهد وإمام في العبادة. والله أنا عشرته استضفته عندي في بيتي 3 أشهر، كان أغلب أيامه ما يأكل إلا العيش الناشف والماء، يقول هذا الزاد كفاية. هذا إمام جليل لا مثيل له حفظه الله. يحب الشيخ بن باز، بن باز حمل معه لقاء قبل 30 أو 35 سنة، فلما خرج غضب ابن باز، قال تأتون لي بعالم من علماء الأمة تقولون هذا طالب علم؟ قال هذا بل إمام من أئمة الهدى، ووظفه إمام في الحرم، ووظفه إمام في دار الحديث الخيرية يدرس الناس العلم الشرعي. الشيخ يحفظ كل كتب السنة، كتب الفقه على المذاهب الأربعة، كتب التفسير كلها يحفظها، وهو مدرس، درسنا التفسير ودرسنا الفقه والنحو والأصول والحديث كلها درسنا هي في الحرم المكي ما شاء الله في قرابة 8 سنوات، ولله الحمد والمنة. بارك الله فيكم، ادعوا له بالشفاء. فهذا إمام من أئمة الهدى، وأنا أظنه بقية السلف أخره الله إلى هذا الزمن. بارك الله فيكم.